وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر الخبير الاقتصادي. دكتور محمود، صفقة هي الأكبر في تاريخ مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، كيف قرأت الصفقة، مغزاها وتوقيتها؟ يعني يمكن في توقيت، خليني أبدأ في البداية بالتوقيت، أنه في توقيت العالم كله بيعاني من أزمة يمكن هي الأصعب والأخطر، ومكمن الخطورة بيأتي من حالة اللايقين اللي انبعثت كأحد تداعيات هذه الأزمة، واللي أثر بشكل مباشر حقيقة الأمر على تدفق معدل الاستثمار على المستوى العالمي، لأنه الاستثمار في النهاية يعني العامل الأهم في محدداته هو القدر من الثقة. حالة اللايقين وانقسام العالم إلى معسكرين وإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية بطبيعة الحال تؤثر حتما على معدل تدفق الاستثمار، ويمكن هذا ظهر في تقرير الأونكتاد الأخير، لكنه يمكن الأمر كان مغايرا إلى حد كبير في الدولة المصرية، ويمكن ده بيوضح الجهد الكبير اللي بذل، وخاصة أنه في ظل هذا التوقيت بتأتي صفقة يمكن هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث الرقم المخصص لهذا الأمر، وانعكاساته سواء المباشرة اللي لها علاقة بسعر صرف العملة، لها علاقة بتحفيز عملية الطلب خصوصا فيما يتعلق بالقطاع السياحي وغيره من القطاعات المرتبطة به، ولها أيضا تأثيرات غير مباشرة، لأن يمكن هذا الاستثمار أو هذا الكم من الاستثمار هيكون له علاقة بطرح كثير من الثقة لدى مستثمرين آخرين، وبالتالي ده بيولد كثير من الفرص الاستثمارية ويبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين سواء كان المستثمرين الأجانب أو المستثمرين المحليين لثقة في الاقتصاد المصري، بالشكل كمان اللي بيتضافر معاه ما تقوم به من إشادات خاصة من جانب المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك والصندوق الدوليين. نعم، الشراكة والقوة المشتركة من النواحي المختلفة لكافة الأطراف، مصر والإمارات في هذه الشراكة الأضخم في التاريخ الخاصة بالاستثمار المباشر، وهذه الصفقة التي تقوم على الفائدة لكل طرف منهما، كيف تقرأ هذه الفائدة المشتركة؟ يعني اولا تاكيد على فكره انها عمليه شراكه، ده بيضحك كافه المنصات التي كانت تروج بشكل خاطئ ان الامر له علاقه ببيع اصول الدوله المصريه. ايضا كمان يمكن انعكاسات هذا الامر حتعود بالنفع على الطرفين، خاصه ان كمان هذه المنطقه على سبيل التحديد لديها ميزه تكاد تكون مطلقه فيما يتعلق ب القطاع السياحي، وزي ما ذكرت لحضرتك يمكن هذا النوع من الاستثمارات بيتولد عنه يعني استثمارات بشكل مباشر في القطاع السياحي واستثمارات بشكل آخر غير مباشر. طبعا الاستفادة هتكون استفادة كبيرة، خاصة الدولة المصرية لها جزء كبير من الأرباح من هذه المشروعات، فضلا عن طبعا العمالة أو فرص العمل الكبيرة اللي هتوفرها سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. واحد تكون كمان واحد من اهم الاسباب اللي هتتطلب وضع مدخلات للانتاج بالشكل اللي بيزيد من الانتاج المحلي، وده واحد من اهم الاسباب اللي بتساعد في انخفاض معدلات التضخم. كمان زياده المعروض من العملات الصعبه لها تاثير كبير على فكره حاجه الدوله الى الاستدانة وتقليل فاتورة الواردات، وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري، وكلها لها انعكاسات على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي. نعم، لكن رئيس الوزراء أكد بشكل تام بأن الشركات التي ستعمل في هذا المشروع وأيضا المصانع ستكون بأياد وعمالة مصرية. برأيك كيف تعد هذه الصفقة نوع من الانتعاشة على كافة المستويات، خاصة في كم فرص العمل الذي ستوفره للعمالة المصرية؟ طبعا توفير هذا الكم الكبير من فرص العمل واحد من أهم الأسباب اللي بتحفز من عملية الطلب، وده له مردوده الكبير على سواء معدل الاستهلاك أو حتى تحريك العملية الإنتاجية، وتأثيره بشكل مباشر وقوي على النمو الاقتصادي بشكل عام.
يمكن الاستثمار نفسه في هذه المنطقة وجملة أو حزمة الاستثمارات اللي هتطلق سواء في عمل منتجعات سياحية وغيره، واحدة من أهم الأمور اللي لها علاقة ب يعني صناعات أخرى هتقوم باعتبارها صناعات مساعدة لتمويل هذه القطاعات، وده كمان بيطرح مزيد من فرص العمل غير المباشر المرتبطة بهذه الاستثمارات. نعم، كيف استفادت الدولة المصرية من تطوير البنية التحتية من الطرق وأيضا مد خطوط للسكك الحديدية؟ متوقع أن يتم ما بين العين السخنة ويصل إلى الساحل الغربي المصري وإلى الحدود مع ليبيا حتى سيدي براني والسلوم، يعني كيف تشكل هذه البنية التحتية التي استعدت بها الدولة المصرية نوع من الجذب للمستثمر الأجنبي؟ يعني قولا واحدا، لولا الاستثمار في البنية التحتية خلال السنوات السابقة والجهد والقفزة التي حققتها الدولة المصرية وفقا للإشادات الدولية الخاصة بالمنظمات المعنية بالبنية التحتية وخصوصا فيما يتعلق بمجال الطرق، ما كنا أبدا نستطيع أن نتحدث اليوم عن هذه أو هذا الكم من الاستثمارات اللي بتتدفق للدولة المصرية، خصوصا زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة أن التوقيت الآن هو توقيت له خصوصيته خاصة في تداعيات الأزمة الاقتصادية، وبالتالي كانت الدولة المصرية موفقة إلى حد كبير في ترتيب أولوياتها الاقتصادية بأن بدأت منذ البداية ومبكرا بتطوير البنية التحتية بالشكل الذي خلق مناخا جاذبا لكافة الاستثمارات التي نتحدث عنها الآن والاستثمارات والفرص الاستثمارية المتوقعة خلال المستقبل إن شاء الله. نعم، دعنا نفند هذه الصفقة على كافة المستويات، سواء من حيث توفير النقد الأجنبي وتوفير السيولة الخاصة به في المجتمع المصري، استتباب أسعار الأسواق بشكل عام للسلع والبضائع المختلفة، وأيضا سوق المال والتأثيرات لمثل هذه الصفقة للاستثمار الأجنبي المباشر على الأوراق المالية. يعني بشكل عام يمكن كلمة السر لعلاج المشكلات الاقتصادية على المستوى الكلي اللي بيعاني منها كثير من دول العالم واللي هي على رأسها طبعا التضخم والدين العام ومعدلات البطالة، كافة هذه المشكلات مفتاح السر بالنسبة لها هو الحديث عن جذب الاستثمار في صورته المباشرة، لأنه فيما يتعلق بالتضخم معنى أن هناك استثمارا مباشرا، ده معناه أن هناك زيادة في الإنتاج المحلي، وهذه الزيادة في الإنتاج المحلي إما أن توجه للاستهلاك المحلي، وده معناه أن هناك زيادة في المعروض من السلع والخدمات، وده من شأنه أنه بيقلل معدلات التضخم أو الأسعار بشكل عام، أو أنه يصدر ويخلق سوقا منافسا وسوقا تنافسيا للمنتج المصري في الأسواق العالمية، وده واحد من الأمور اللي بتقلل الضغط على الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات بشكل عام وبيؤثر على سعر صرف العملة، هذا فيما يتعلق بالتضخم. فيما يتعلق أيضا بالاستدانة، توفير المعروض من النقد الأجنبي والعملات الصعبة وتحديدا الدولار، ده بيقلل من حاجة الدولة إلى الاستدانة، وده طبعا مرده في الاستثمار، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد أهم الصور اللي بتؤدي إلى زيادة المعروض من هذه السلع. فيما يتعلق كمان بمعدلات البطالة، يمكن زي ما حضرتك تحدثتي أنه هذا النوع تحديدا خصوصا الاستثمار في قطاع السياحة بيوفر نوعين من الفرص العمل، فرص العمل المرتبطة بشكل مباشر بهذا القطاع وفرص العمل التي ترتبط بس بشكل غير مباشر بهذه القطاعات، بمعنى بعض الصناعات والمصانع المساندة والداعمة لهذا القطاع أو الفرص العمالة غير المباشرة، وبالتالي ده بيستوعب كمية كبيرة من العمالة. إذن هذا النوع أو الاستثمار الأجنبي المباشر بيكون هو الحل للتعامل مع ثلاث أزمات هي الأقوى والأصعب والأضخم، سواء كان التضخم أو البطالة أو حتى الدين العام. نعم، سوق المال التأثير عليه وسوق العقار بشكل خاص. يعني زي ما ذكرت لحضرتك أنه فكرة تحفيز عملية الطلب ووجود حالة من حالات الرواج
وتدفق العملات الصعبة داخل الدولة، ده من شأنه أنه بيؤثر على كافة القطاعات، وطبعا منها قطاع أسواق المال أو البورصة بشكل عام، لأنه كمان بيعطي قدر أكبر من اليقين وقدر أكبر من الثقة لدى المستثمر، لأنه الاستثمار في سوق الأوراق المالية هو استثمار أيضا ولكنه بشكل غير مباشر، ويتأثر بنفس أو بذات المحددات التي يتأثر بها الاستثمار المباشر، ويمكن على رأسها القدر من الثقة والقدر من اليقين. وجود استثمارات بهذا الكم من المبلغ تعطي إشارة ودلالة لكافة المستثمرين على مستوى العالم أن السوق والاقتصاد المصري إلى حد كبير هو اقتصاد مطمئن، إلى حد كبير هو اقتصاد لديه قدر من الثقة، وبالتالي ده بيحفز كثير من المستثمرين، لأنه في النهاية رأس المال بمطلقه هو يبحث عن المكان الذي يعظم أرباحه، رأس المال ليس له وطن، رأس المال يبحث عن المكان اللي بيعطي له قدر أكبر من الأرباح ويوفر له التكاليف. نعم، يعني باب جديد من الشراكة يفتح في هذا المجال، سواء بإتمام هذه الصفقة أو بمزيد من الاستعداد داخل الجمهورية الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح الحوافز للمستثمر سواء الداخلي أو الخارجي. كيف ترى هذه الحوافز والقوانين الخاصة بالاستثمار في مصر ومستقبلها؟ يمكن ده بيأتي اتساقا، يعني حقيقة الأمر هذا الأمر ليس من قبيل يعني الصدفة، ولكن الدولة المصرية وضعت له بنيته الأساسية وبنيته المؤسسية أيضا في هذا الأمر منذ أن تبنت ما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة، اللي بتعني أن الحكومة أو الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، في أيديولوجية جديدة أو أيديولوجية اقتصادية جديدة للدولة المصرية تتناسب ومع متطلبات ما يفرضه النظام الدولي على المستوى الاقتصادي. وبالتالي كل ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات على المستوى الاقتصادي هو يعني نتاج لجهد كبير بذل، نتاج لأطر مؤسسية تم وضعها وتبنيها في هذا الإطار. نعم، مشروع رأس الحكمة والشراكة ما بين مصر والإمارات يأتي في إطار مشروعات المجتمعات العمرانية المستدامة والدائمة والذكية. كيف يشكل هذا المشروع استمرار لهذا النهج المصري سواء في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العالمين الجديدة، الآن نتحدث عن رأس الحكمة، والساحل الغربي لمصر يمتد بمناخ طيب، بموقع متميز، بجذب لأكبر عدد من السكان، وفرص هذا الجذب متواجدة؟ يعني يمكن النقطة الأهم في هذا الإطار فيما يتعلق ب ما يمثله هذا المشروع في دعم عملية التنمية المستدامة هي فكرة كمان استخدام ما يطلق عليه مصادر الطاقة النظيفة. نعم. واللي يعني لها علاقة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وزي ما حضرتك تعلمي هذا توجه عالمي وضعت الدولة المصرية أسسه فيما يتعلق في الكوب 27 اللي تحدثت فيه عن باعتبارها ممثلا ومعبرا عن هموم دول العالم النامي وتحديدا دول افريقيا. الدولة المصرية حقيقة الأمر في كافة استثماراتها بتحافظ بشكل كبير على تحقيق التنمية المستدامة حفاظا على حقوق الأجيال التي سوف تأتي، لأن التنمية المستدامة هي عبارة عن تحقيق معدل للرفاهية سواء للأجيال الحالية ولكن دون الجور ودون التجني على متطلبات ومصالح الأجيال المستقبلية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود عنبر الخبير الاقتصادي.